بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بإذن الله باش نطيبوا شربة جارية أو سوب كما برشا ناس يسموها. المكونات متاعنا هي الدجاج أول حاجة، حمص منقوع، بصل مقطع، والكرافس مقطعة. أول حاجة نستعملها هي الكرافس، والتوابل هي عندنا طماطم معجونة، وملح، فلفل أحمر، كركم، وبهارات. نبدأ بالتحضير. معناها نحطوا المكونات الأولى، هي أول حاجة نستعمله ناخذ كوب من الزيت، وناخذ البصل نتاعنا، البصل اللي قطعناه حضرناه، والدجاج، وناخذ الرفاحات نتاعنا ونحطهم على النار. طيب هذه كلها باش نحطوها على النار يتقلى شوية، ومن بعد نضيفوا الكرافس والحمص. هذه الطنجرة بعد ما حضرنا الزيت والدجاج والبصل، نحطوهم يتقلاو شوية على النار. وهذه الشربة شفت اللي باش من بعد كيف يغلي الماء نعبوها بالماء باش نرشوها ونزينوا. كيف تطيب شربتنا نزينوها بالكزبر أو بالتابل، وبشوية معدنوس نزينوها كيف تكمل وتطيب وتحضر. أما الكرافس نحطوه من الأول. توا نمشيو نطيبو على الغاز. توا اللحم والبصل والزيت والرفاحات نقلاو شوية ونضيفو لهم الكرافس والحمص ونحطو لهم الماء سبوق. هذا الدجاج والفحات الكل حطيناها، الطماطم والفلفل والبصل والزيت، وحطيناهم يتقلاو شوية. ونضيفو لهم ماء سخون، نحضروا الماء سخون يسخن، نصبوا لهم الماء سخون، ومن بعد نضيفوا لهم الحمص والكرافس. هنا باش نضيفوا لهم شويه الماء سخون. توا باش نضيفو الكرافس اللي قطعناها، نضيفو الحمص. هنا كده شفتوا حضرنا المكونات الكل، حطيناها تطيب.
ونعبو الطنجرة متاعنا بالماء، كيف يغلي الماء وينضج الحمص واللحم والواحد نرشو الشوربة متاعنا، باش نضيفو لها الماء اللازم متاعها، ومن بعد تو حطينا الماء نستنوه لين يغلي وينضج اللي فيها، ونوريكم كيفاش باش نرشوا الشوربه باذن الله. هذه توا اكله بالنسبه لسته من الناس، يعني شوربه جاريه وتقعد نص ساعه تطيب على الاقل، تغلي وتطيب بالكدا، ومن بعد نرشوا الشوربه نتاعنا اللي ما تاخذش حتى 10 دقائق غليان الشوربه. هنا الشوربه نتاعنا تغلي، الماء غلا وبرسك الحمص طاب والدجاج طاب، ونشوفوا كان معناها الحمص نتاعنا طايب ولا لا. نذوقوا لها الماء، الحمص البنه مازال ما طابش شويه، زيدوه شويه يغلي باش نرشوا الشوربه نتاعنا، زيدوها على الاقل 4 ساعات تطيب. توا انا شفناها حرقناها بعد ما خليناها تطيب شويه، لقينا الحمص بدا طابش، يعني ممكن نرشوا الشوربه نتاعنا. كيما شفتوا هذه الشوربه باك شوربه 250 غرام، باش نرشوها ونخلوها لمده 10 دقائق تطيب، ونحضروا لها شويه كزبر ولا تابل ولا معدنوس نزينوها بها كيف تطيب. هنا نحرقوا الشوربه نتاعنا باش ما تلصقش في الطنجره، حرقوها شويه وتشوفوها مازالت ناقصه شويه، خلوها تزيد تغلي، مازالت ما طابتش. بسم الله، توا باش نشوف الشوربه نتاعنا اذا كان طابت ولا لا. هي طايبه، باش نضيفو لها توا باش نذوقوها قبل تشوفوها طايبه. توا شوربتنا طابت، باش نضيفو لها شويه معدنوس وتابل، يعني هذه الرشه الاخيره نحطوها كيف تطيب الشوربه، ومن بعد نجهزوها في الطبق نتاع الاكل، يعني كيما نحبوا احنا الطبق يكون صغير كبير حسب ال
جاهزة في الصحن بتاعها كما حسب الرغبة، اللي يحب يضيف شوية تابل ولا معدنوس من فوق، وإلا يعصر عليها الليمون أو القارص حسب الرغبة متاعه، وتاكلوا بالشفاء.